تارو مع زينة نمرود. بونجور زينة. بونجور، كيفك اليوم؟ الحمد لله ماشي. اليوم والعاني بالاستوديو اصلا، يعني كلها هيك اخبار حلوه عم بتشوفي لنا وفي نجاحات وكذا وكذا. ايه قبل ما تخلص السنه ما هيك؟ ان شاء الله يا رب. ان شاء الله للكل، وان شاء الله لكل اللي عم يتصل اليوم كمان يكون هيك الورق حلو وعم تعطيهم اخبار حلوه. ان شاء الله يا رب. بنبلش؟ يلا يلا، اول اتصال. الو الو، مرحبا. يا هلا، مين معي؟ معك نوف بنت فاطمة. قد ايه عمري؟ 39. نعم. ابغى اسال عن العيال، وممكن تبقيني على الخط لانه التي في بعيد عني. لانه التي في بعيد عنا، اذا فيها تسمعنا على الخط. شو السؤال عن العيال؟ يعني ما عندي اطفال، فداخله الشهر الجاي على عمليه تلقيح. مع انه زينة انت مش كثير بتحبي تجاوبي على الاسئله. رح اشوف لها اذا بيصير في عائله. ما بعرف، مبين عندي نوف انه الطريقه يمكن اللي عم تستعمليها او الحكيم اللي عم بيحكمك، او ما بدنا نظلم حدا، ممكن يكون مش هلا وقت نجاحك انه يكون عندك ولد. عم ببين لي رح بيكون في عندك عائله، بس مش قبل اشارتين اثنين طوال. يعني معناتها سؤالك هلا بهالمحاوله اللي رح تعمليها هلا ما رح يمشي الحال. وكانه سنتين يعني. كانه سنتين، ايه، بس بيكون عندها عائله باذن الله. نعم. كل شيء منيح، ما في مانع، بس في عم ببين لي في مماطله او في وقت لتوصلي لتكون عندك عائله. ان شاء الله ان شاء الله. باذن الله. ايه. انا اتصال ناطر. الو. الو بونجور. يا هلا، مين معي؟ معك غاده من بيروت، بردان عم بحكي. تفضلي، اهلا وسهلا. يا هلا غاده. كان بنت ريم 3 جويلية 92، حب زواج وشغل. يلا. يعني قد ايه بيكون عمرها؟ 25. اوكي، هلا زواج او ارتباط ضايع، مش ما في، في عندها، رح يصير عندها زواج بحياتها، بس مش هلا. عندها 3 سنوات. مش الحال يعني. ايه عندها 3 سنوات. عندها 3 سنوات تعب تعب تعب، مع شوية عناد كمان منها بتتعبيك، بس بعدين بتوصل لنجاحاتها. الحلو فيها انه محبة وصديقة كويسة وما بتكذب، حتى لو بدها الصراحة اللي عندها اياها بتأذي او بتجرح، بس الحلو فيها انه ما بتكذب ولا بتغدر ابدا. مادياتها منيحة، اسم الله عليها. هلا شوي عتلي انت، عتلاني همها او عتلي همها، بس لبعدين لا، باذن الله بكون كل ظروفها منيحة ان شاء الله. أنا اتصال. ألو. ألو. يا هلا، مين معي؟ بونجور. بونجورين. معك جاكلين. تفضلي. فيي اسأل عن ولادي الثلاثة. ثلاثة كتار من غرشار، الله يخلي لك اياهم. اسألي عن حدا بهمك أمره. هلا بهمك أمرهم كلهم، بس سؤال معين نفيدك فيه. أوكي. ابني الثاني موالي 96. شو اسمه؟ إلي. أي شهر خلقان؟ 90 الأول. شو سؤالك عنه؟ العمل ومصير حياته وين رح يكون؟ وين رح يكون؟ هلأ ضايع قد ما بدك، عم بضيع كمان مادة مش من تعبه أو من إيده، يعني كأنه بتعطوه أنتو مادة أو بتحطوا عليه مادة عم يصرفها على الفاضي. ما عنده غربة، ما بعرف ليش هيك مطمن باله كتير منكن أو متكل عليكن، في مادة عم يصرفها بالمكان الغلط. إن شاء الله بإذن الله بيروق، رح بيروق فجأة ويأسس كيان لإله، بس بده شوية وقت مش هلأ. بدنا شوية صبر لكل شيء يا زينة. وكل شيء بده شغل وتعب. إجمالاً يعني هالجيل شوي عم نغنجه أو عم نضحي كتير قدامه أكتر من اللزوم. مزبوط. لدرجة ما عم يعرف القيمة عن جد هيك. مزبوط. رح ناخد اتصال جديد. ألو. الو مرحبا. يا هلا، مين معي؟ معك رولا. تفضلي. بدي اطلب منك توطي صوت التي في على الاخر لنقدر نسمعك وتسمعينا من التليفون. انا عندي قضيه بالمحاكم. نعم. شو اسم امك؟ نعمت. قد ايه عمرك؟ انا 64. العمر كله.
ميرسي. شوفي يا حبيبي هيدا عندي قضية بالمحاكم. نعم. صارت على الخلاص، بدي أعرف إذا حيجينا خير منه ولا لا. يعني للأسف نجاحاتكم لثلاث أشخاص المنتظرينهم ما رح يمشي الحال للأسف، واللي رح يزعجكم كتير هو إنه هالشخص اللي بده تتصادموا أنتوا وياه أو تصادمتوا أنتوا وياه أو هو الخصم تبعكم كأنه عم ببعدكم، عم بحطكم بغربة أو عم بينقلكم من مطرح ما أنتوا، هيدا يلي رح يأذيكم أكتر. بعتذر منك كتير منيح. المهم انه الواحد بصير يتوقع شوي. أيوة. شو راح بيصير، ما بده ينصدم، بصير يقدر يعرف ياخذ هيك تدابير معينه لموضوع معين. يا زينب شو هنعمل؟ اتصال جديد. الو، بدي لو سمحتوا اطلب منكم انه توطوا صوت التي في على الاخر لتسمعونا بس من اباري التليفون لانه ما رح نقدر نتواصل معكم بهالشكل. الو، يا هلا تفضلي. معك رانيا 1589. نعم. بن سميرة. السؤال بدي أسأل عن حياتي الزوجية، جوزي، عائلتي، ميل، فرح، شوفي ولادي. يلا شوفي، بتعرفي شو اللي مهم فيكي؟ قد ما بتكون في تلبيك وفي مشاكل ومصايب، انت جامدة متفائلة، ما عم بتخاطري أو عم تعطي حتى المشكل الكبير ما عم تعطي أهميته، عم بتخففي من وطئته. روائك كتير عم بفيدك، عندك حدا من أولادك رح بيكون كتير مهم بالمستقبل، مثل كأنه هو بيرفع العيلة كلها بكل شيء، معنوياً، مادياً، اجتماعياً. زوجك عم بيضيع شوية نجاحات لإله، حتى مع أصدقاء رح بيكون له نجاحات مع أصدقاء للأسف، يعني منشني بيكونوا غدارين بس ظروف ما بتساعدهم هو وأصحابه كمان حتى يكونوا مش ناجحين ماديا. بيكتمروا بوضع مادي مش كتير منيح، بس بعدين بإذن الله يمشي الحال والصحة منيحة إن شاء الله. اتصال جديد. ألو. ألو، يا هلا تفضلي. بونجور. بونجور، مين معنا؟ ايه بدي اعمل معروف اسال عن حالي. صبية اسم الام فراء. اوكي. مواليد الكاتربان 5 بيقود. اوكي، شو سؤالك؟ اون جنرال كل شيء. اون جنرال رزقتك بتضل مأمنة بحياتك. شوفي، منك او من غيرك، منك، من اهلك، من زوجك، من بطريقة من الطرق، المادة بتضل مأمنة لك. عندك عدم ثقة كتير بالأشخاص يلي حواليك. هلأ معك حق، بس في أشخاص عم تظلميهم، يعني حريصة أنت، بتخافي كتير إنه الأشخاص تغدر فيك، بتضلك هيك ميقظة، بس في أشخاص ما لازم هيك تكوني معهم، عم تظلميهم. صحتكم منيحة، قراراتك منيحة، بس حريصة كتير لدرجة إنه حتى عم تخاف من أقرب الأشخاص يلي عليها. هذا الشيء عم يأذيها، يعني عم يأذيك لإلك أنت نفسياً، لأنه بيتعب. مش بس بيتعب، الشخص اللي قبالك اللي بيكون صادق كمان بيزعل. مش مثل اللي بيكون غدار. الغدار إذا شكيتي فيه ما بيزعل، بيعرف حاله هو غدار، بس الصادق بيزعل، تخسريه. نعم. رح ناخد كمان اتصال. ألو. ألو، تفضلي، مين معنا؟ بونجور، معك نجوى محمود. نعم. في أسأل عن بنتي. أكيد، شو اسمها؟ فيفيان محمود. وقدي عمرها؟ عمرها 22. يلا، في شيء معين؟ لو بدي عزك عم نستقبلها الزوجي والشغل. كتير منيح، يلا. مشاكلها كلهم باقيين. أوه، باقيين. حتى لو سلمت ليك، ليك في مبينة عندي، حتى لو الطرف الآخر قالت له بأمرك واللي بدك إيه وماشي الحال وضحت كتير كتير، برضو هي هي أجواءها للأسف. القوة يلي عندها إياها هي مش كافية إنه تقدر هي تقوم بالعائلة. عندها قوة بس منها كفو، شغل تشتغل
بين اوف اون يعني بتدخل مادة بس كله بيروح، ما بيبقى له شيء ابدا للمستقبل، ومش كتير المادة يعني مثل كأنه موقت. بس هالبنت يعني وكأنه ما في هيك استمرارية وثبوت يعني. مش بس هيك رانيا، صح اللي عم بتقوليه، بس بزيادة انها مظلومة، عم يقلي الورق مظلومة. أوف. يعني مش من ايدها هي، بالعكس لا بتعيش مظلومة، ظلم في حدها ان شاء الله. لا يعني شاء الله. اوقات هيك بقول ان شاء الله ما تكوني عم بتقولي مظبوط يا زينة. ناخذ اتصال جديد. الو 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 اهلا وسهلا، مين معي؟ صباح الخير، معك ريما. اهلا ريما، احب اسال عني وعن جوزي، وعندي ثلاث صبايا، احب اسال عن مستقبلهم، علمي وشغل ونصيب. شو اسم امك؟ ماتيل. قد عمرك؟ انا 50 سنة. اول شيء قبل ما تخلص هيدي السنه زوجك عنده نقله كتير مهمة، بيوصل لمركز بيقعد فيه هيك بيشكر ربه بيقول خي هذا اللي بدي إياه وصلت له كمركز. المادة بتكون منيحة، شالت لي عندها ثلاث بنات. نعم. البنات ثلاثتهم عندهم نجاحات بس عنيدين، يا أنهم مغنجين يا عنيدين. لدرجة إذا بحال صار في عدم نجاح عندهم بيكون من عنادهم، بس اني اساسا انت محضرتيهم ومجهزتيهم وعطيتيهم مناعه تيكونوا هن موفقين بحياتهم، اي سقط بيصير بيكون من وراء عنادهم هن. منيح الله يخلي لك اياهم. هلا منيح شوي العناد اوقات. ايه بيصير في مثابره اذا بوقته، اذا بوقته بمحله. اتصال جديد. الو الو يا هلا، مين معي؟ بونجور. بونجور مها. تفضلي مها. بونجور. اهلا مها، بونجورين مها. تفضلي انت على الهوا مها. اوكي بدي اسال بليز عن بنتي. نعم. اسمها لارا. اوكي قد ايه عمرها؟ عمرها خلقانه بال 88. اوكي قد ايه عمرها؟ اي سنه؟ 88. 88. ايه اوكي، شو سؤالك عنا؟ السؤال عن عواطف، اذا في شيء سيريو او لا. لا ما في ليكي. وعن كل شيء ان جنرال. ليكي جنس العاطفه ما في حدا، ما في عاطفه. بس هون في دو. هيدي قلة عاطفه. يعني بعدين عن بعض. اثنين بعض، هيدي ما في عاطفه صادقه، ما تتامل كثير. في شاب بحياتها بس منه موضع ثقه. بالعكس رح يجيب لها القلق. قولي لها إذا كان مسافر ولا بعيد ما تنطروا أكثر من 4 إشارات، تنطروا بس 4 إشارات، 4 أيام بس يعني. إذا 4 دقايق بيكون أحسن، لأنه ما عم يبين عندي إنه في إلها نجاح معه. لكن نحن رح ناخذ آخر اتصال لليوم. ألو ألو بونجور. يا هلا، مين معنا؟ مايك كريم. أمي مسلين، وأنا مواليد 3 أكتوبر 1996. وهابي بيرث داي سلف. ميرسي. شو بتحب تعرف كريم؟ بدي اعرف اذا في شيء شغل او دراسات جديده بالجامعه او هيك شيء. يلا اسم الله عليك يا كريم. شوف كل قرش عم بحطوه اهلك انت عم تحطه بالمكان المناسب، يعني اذا عم بيعلموك رح تجيب نتيجه، اذا بيعطوك ماده عم تعرف تتصرف فيها. مش حابب كتير هالغربة أو هالجامعة الغريبة أو هالغربة، بس مضطر إنك تروح، مضطر. رح أقعد 8 إشارات بغربة بترجع بطل لعنا. أوف. تذكرني 8 إشارات بتكون بغربة ترجع بطل. لمين بدنا نجوزه؟ قال المخرج. ما بتعرف بعد 8 إشارات حيا وفرش ما بيقولوا. بطل ذكرني كريم. نعم اوكي. وانا بدي اذكر المشاهدين بانه ممكن يتصلوا فيكي زينة تحت الهواء على 0337 8300، وموعدنا معك الاسبوع المقبل نهار الجمعه بذات الوقت اذا الله راد. شكرا لك. رح ناخذ وقفه صغيره ومنتابع مع الايف، خليكم معنا.